إن أمسكت أوله تبعك آخره. إذا وفق العبد أنه يمسك اليوم من أوله، كيف يمسك اليوم من أوله؟ يمسك اليوم من أوله بالنافلة، نافلة الفجر وفريضة الفجر. إذا أمسك اليوم من أوله حفظ وكفي في يومه كله. جاء في حديث عجيب سبحان الله في الترمذي، هو حديث ثابت، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ابن آدم ركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال ابن تيمية رحمه الله: هما عندي نافلة الفجر وفريضتها، أو فريضة الفجر وسنتها، ركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. فالذي يوفقه الله عز وجل لحفظ هذه الصلاة النافلة والفريضة كفي في يومه كله. وجاء في الحديث الآخر: فهو في ذمة الله، أي حفظه ورعايته. فمن يضيع هذه الصلاة خسر خسرانا عظيما. وفي الحديث الآخر الذي أورده، قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل